ألف مبروك ألف مبروك لعشاق المنتخب الإسباني على تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي دور الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم على نظيره الإيطالي في المباراة التي جمعت بين الفريق الإيطالي والفريق الإسباني على أرضية محايدة اللي هي أرضية في هولندا. وتقدمت إسبانيا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق بينو قبل أن بعد عدلت إيطاليا في دقيقة 11 من دقيقة 3 ل 11. وشفنا أطوار المباراة اللي كان المنتخب الإسباني ضاغط، وبعد إمبولي سجل كاتا بالتعادل الإيجابي عادي هدف مقابل هدف. أيه، ومن بعد رحنا للشوط الإضافي بعد 30 دقيقة لما غير المدرب الإسباني هذا الجديد، غير دخل أنسو فاتي، دخل أسينيسيو، دخل اللاعب هذا نسيت الاسم تاعو، سجل هدف قاتل في دقيقة 88. والتمريرة جات من رودري كما شفتوا التمريرات رودري الساحقة والسمية، ومنح إسبانيا انتصار الحقيقة انتصار مستحق. حتى أني سمعت مارشين يتكلم وقال إسبانيا استحقت الفوز، ما سرقتش هذا الفوز. المهم كانت مباراة إسبانيا وإيطاليا هي في النصف النهائي البطولة بعد مباراة الأولى اللي جمعت بين هولندا وكرواتيا اللي ربحتها في مباراة شيقة بين هولندا وكرواتيا، واللي النجم ريال مدريد مودريتش كان يتألق في المباراة، وكانت 4-2. النهائي راح تواجه إسبانيا على لقب بطولة اليوم الأحد المقبل، وإن شاء الله تتلقى إيطاليا مع هولندا في المركز الثالث وعلى جال الميدالية البرونزية. أعطونا رأيكم في المباراة، كيف شف كيف شاهدتم هذه المباراة، في نفس الوقت من ترون حقية له بهذه الكأس؟ هل إسبانيا بفريقها الشاب هذا ومدربها الجديد، أم كرواتيا الخبرة؟ كرواتيا الخبرة نقدر نقوله خبرة وخبرة وخبرة، زائد النجوم والإصرار اللي شفناه عند طواحين وما أدركه وما قدروش الكرواتيا. أعطونا رأيكم يا خوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحبة ساحبة ساحبة صورك رايح، اشترك في القناة ودير لايك، حتى وما عجبكش الفيديو اكتبها في التعليق. يا السلام عليكم.